مش فاعل. أنا عليك يا ابني وعلي نيبك. وحياة الله يا خالتي. لا إله إلا الله. ما تروق كده أخ وخد لك سيجارة، شكلك مستجد على البرش. والنبي مش ناقصاك، ابعد عني يا أخي. علشان إيه ده كله؟ بضاعتك اتاخدت عادي، ما كلنا في الهوا سوا. لا لا يا ريت جت على البضاعة بس. ده أنا ضربت الأمين عز. إيه؟ أنت ضربت الأمين عز؟ إيه في إيه؟ اسمعوا رجالة، الراجل ده ضرب الأمين عز. جدع يا كبير. جدع. برافو عليك. راجل من ظهر راجل. الله يبارك لك. امال ايه انت اول واحد يتجرأ ومد ايده عليه. قلبي عندك يا خالتي، شده وتزول ان شاء الله. كتر خيرك يا بنتي. انت عرفت ازاي؟ عرفت من توتة، قلت اجيلك يمكن تحتاجي حاجه. لا هي كريمك، استرها معانا يا رب يا رب. انا عارفه بس ايه اللي خلاه يتخانق مع امين الشرطه السماوي ده. نعمل ايه نصيبه. طب ما وقعت هناك اهو، ما تيجي نروح له يا خالتي نقول له كلمتين يمكن يحن قلبه ويخرج عبطل. اه يا ابني انا مستعده احب على رجله، بس ابني بات في فرشه طول الليل. طب يلا يا خالتي يلا يلا. بس انت اللي هتتكلم. يلا. السلام عليكم يا باشا. وعليكم خير يا باشا. انا مو عبد الله اللي اتخانق النهارده وانتوا حبستوه. الحما يرميك في دقيقه هتقول وجه الله. ده غلبان، ده بيجري على ولاي. مش احنا هنشحن يا ولايا. يا ابنك ده ناقص ربايه والحجز هيربيه. ويلا بقى من هنا احسن، والله هرميكي معاه في الحجز. ما حلمك علينا شويه يا باشا، ده الكلام اخد وعط. انت هتصاحبيني انت كمان؟ يلا يا اختي توها من هنا، هي مش ناقصاكوا يا باشا. طب وليه الغلط يعني؟ واحنا عشان غلبي يعني؟ اخلص يا رحمة. رحمني حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا تظبط ياد، بدل ما انزلك الحجز خلي العيال تظبطك هناك. وتظبطني انا ليه؟ وانا مالي يا خالتي؟ هيظبطوني ليه يا خالتي؟ يا عبد الله. عبد الله. ايه ده؟ اتعرفت جنى ازاي؟ مفيش واحدة زبونة عندي يعني عندها قريبها امين شرطة هو اللي جابها. طمني عليك يا اخويا، قول النبي عامل ايه؟ انا كويس الحمد لله. قولي لامك ما تقلقش، هتعدي على خير باذن الله. ماما اصلا واقفة برا دلوقتي مع سماح وسكرينة بيتكلموا مع امين الشرطة اللي انت اتخانقت معايا. طب قولي لما اللي انتوا عاملينها لي دي؟ خد امك واتكلوا على الله وابعتي لها ابو عمير. طب مش عايز حاجة تانية يا حبيبي؟ لا مش عايز حاجة. طب خلي بالك من نفسك والنبي يا اخويا. ماشي يا فادي، اتكل على الله. الله عليك يا عبد الله، ايه الحلاوه دي؟ حلاوه ايه يا رحمه؟ ماشي يا معلم. ماشي ماشي. ما تمسحها فيا المره دي يا حضره الامين، وانا مستعد اجيب عبد الله يبوس راسك. احنا رجاله وبنفهم في الاصول، واحنا تحت امرك في اي حاجه. والله يا عبد الله ده طيب قوي يا اخويا، اعتبرني زي امك. اما انت امك كنت لازم تربيه وتفهمين الايد اللي تتمد على البدله الميري تتقطع على طول. والله حضرتك هو ما يقصدش البضاعه دي، بس مش بتاعته وكاتب على نفسه وصل امانه بيهم. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. مين الاموره دي؟ دي اخت عبد الله بتدرس في الجامعه. والله يا بيه احنا ناس محترمين، يكش بس هي الظروف. يا اهلا وسهلا، اتفضلي استراحه حلوه. واقفه ليه؟ الله 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 الله. يا حضره الامين ما تبص لنا هنا. ها قلت ايه؟ عشان خاطر الاموره انا مستعد اتنازل عن حقي. الله يبارك لك، يعني هتفرج عن عبد الله؟ لا طبعا. كرايه يا سعاده الامين، في ايه مالك عمال تهسق فينا كده؟ لا احنا ولاد ناس قوي على فكره بقى. انا اعرف اللي وقع فتاه. تعرف ليه اسمه فتاح؟ انا اعرفه بس هو ما يعرفنيش، ما تكشفني. ايوه احنا نعرف اللي هو عبد الفتاح. الله على الخفافه والظرافه واللطافه. تحبوا تشرفوا مع سي عبد الله جوه عشان تونسوه؟ لا احنا عايزين هو اللي شرفنا بره عشان ناخده ونمشي. استنى بس يا سكرينه، انت مش قلت ان انت بتنازل عن حقك؟ عبد الله هيفضل هنا ليه؟ صحيح انا سامحت في حقي، لكن فين حق الحكومه؟ الحيله بتاعكم لازم يدفع 3000 جنيه، القانون هو اللي بيقول كده. طيب ممكن اعرف بس حضرتك المبلغ ده بتاع ايه؟ شوف الناس المحترمه بتتكلم ازاي. والله انا ما عارف ومستعجب انت ازاي تبقى اخت الواد اللي جوه في الحجز ده. ما تبص لي هنا وفهمنا ال 3000 جنيه دول بتوع ايه؟ غرامه اشغال طريق والبيع من غير ترخيص، القانون هو اللي بيقول كده. بس ادينا عرفنا، يلا يا خالتي.